بعد بطولة البلاك بول رقم واحد. بقى بعد البطولة كنت رقم واحد. قولي لي بدأنا السكواش ازاي؟ بابا كان ليه تأثير؟ ماما؟ اخوكي؟ يعني بدأنا السكواش ازاي؟ بدأت في 8 سنين، بابا كان هو اللي علمني عشان هو كان بيلعب قبليا. بدأت في نادي طنطا الأول. هو لازم بس نروح على شيء مهم، إن بابا نادى كابتن إيهاب علي، هو عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسكواش وأمين صندوق الاتحاد العربي. اتفضلي. بس فبدأت نادي طنطا الأول وأنا عندي 7 سنين. بدأت واحدة واحدة، هو بدأ يمرني، وفي الأول كان الكابتن أحمد أمين في طنطا بيمرني دايما. بدأت أخذ كاسات وأنا 15 سنة، وأخذت بطولة فرنسا مركز أول تحت 15. وبعدين في فترة ثانوية عامة بدأت أروح نادي وادي دجلة، قعدت موسمين هناك. مشينا من طنطا لوادي دجلة. وأخذت هناك، أخذنا مركز أول دوري عام تحت 19 سنة. من أول الكلية رحت نادي الأهلي، بقيت هناك من أول الكلية وأنا هناك، يعني 3 سنين هناك جوه النادي الأهلي. بقالك 3 سنين.